حباب صباح خير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس، اموركم مزيانه. انا الحمد لله كل شيء بخير، رغم الظروف، رغم هادشي اللي جاري كله في فرنسا، وكل شيء مقلوب سفاه على علاه كما شفتوا في الاخبار، كل شيء الخدمه حبسات اليوم الحد. المهم انا كنت خدامه، دابا وليت نخدم بزاف بالليل. انا من الناس اللي ما يمكنش نوقف على الخدمه، على قبليت الناس معولين علينا، والناس اللي مراض وداك الشيء، البنات اللي تيسولوني راه ما يمكنش احباباتي نوقف على الخدمه، راجلي اي وقف على الخدمه، ولكن انا ما يمكنش نوقف، لان الناس معولين علينا كما تنقولوا، ما يمكنش تسمحي في الناس وزيدون سميتو هاد المسائل، راه تنكونوا معولين عليهم. الناس اللي تخدموا في لو ميليو ميديكال تنكونوا عارفين بان ما تكون شي حاجه خاصك تخدمي، هادشي اللي بغيت نقول. فوالا اش بغيت نقول لكم، غنمشي نشوف واش بعد داك لاباتيسري بولونجري. نعست الحمد لله، نعست هاد الليله اللي درت سي تو نوي كالم، نعس صراحه لله، ارتاحينا. غنحاولوا اننا ننظموا مع البنات اللي خدامين معانا، لكن شي بنات ما يقدوش يخدموا لانهم فخاجين وما اصلا مراض. عندنا ما واحد السيده مسكينه خدامه معانا، سميتو كانت دايره اون غريف دو دي غان، ما يمكنش تخدم هاد الوقيته، غتحبس الخدمه بعدا ما دير. الدنيا خاويه، تتصفر الدنيا خاويه. جبت سميتو غنمشي اليوم، راه كاين الانتخابات الفرنسيه، غنمشي ننتخب. ولكن قبل ما ننتخب، هذا راه 8 تاع الصباح، قبل ما ننتخب غنوقف نشوف واش كاينه هذيك المخبازه حاله، نشري الخبز. انا مولفه نشري الخبز، انا ما تنعجنش البنات والاخوان. المهم هذا الفيديو راه تاع كل شيء، غنمشي نشري الخبز هي هذيك، ومن بعد غنمشي ننتخب ان شاء الله. ومن هنا نقول لكم الجاري واش طاري، الجاري واش طاري. وسميتو المهم اهم حاجه في هذه الوقيته هو الواحد يبقى جالس في دارو كما تنقولوا، ويتصنت لعظامو. سي اون بيريود، غير وقيته بنادم سميتو اللي ما عنده ما يدير يخرج يتقدى ويرجع في حالاته. انا الصراحه ما مقدياش تقديه كثيرة ولا شي حاجة، عندي واحد التقضية تاع واحد كيما تنقولوا واحد السيمانة، هما ما هيحبسوش نهائيا لي سوبر مارشي. وسميتو شناهو اللي باقي حال لي سوبر مارشي يبقاو حالين، ولي سميتو لي فارماسي ولا ميغي ولا بنك وهادشي كله هيبقى خدام، والناس اللي خدامين مع لو ميليو ميديكال كله هيبقى خدام بيان سور. ما تنهضرش على الدونتيست، وما نهضرش على الناس اللي خدامين في 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 شي مسائل لورتودونتيست ولورتوفونيست وداكشي كله، بسيكوميتريسيان وهادشي كله هيحبس ما هيخدمش. ولكن لي زوبيتو وهادشي راه كلشي خدام كما عارفين، وسورتو الناس لي في لي خدامين في ليبرال وخدامين بور سون كونت وداكشي كلشي هيخدم. ابخي سميتو كاينين شي بنات خدامين معايا حبسوا الخدمه، كل واحد يدير هداكشي اللي بغا، كل واحد يدير حر. اللي خايفه على راسها راه حبست الخدمه. انا الصراحه لله عندي علاقتي مع الناس اللي تنخدم معاهم، سميتو ما نقدش نسمع، تندير اتونسيون. دابا جو مي بروتيج ان تي بو بلوس، تندير تري اتونسيون. كاين واحد البروتوكول تاع ليجيان تخيف اكثر من اللي مولفه تنديرو. حنا ديجا تنديرو واحد البروتوكول تاع ليجيان ما بيننا وما بين لي جون اللي عندهم دي سيغتان باثولوجي ومراض وعندهم شحال من حاجه. فوالا ديجا اون في هيبر اتونسيون. ودابا كثرنا كاع، عرفتي اللي دين تيتغسلوا تقريبا في ربع ساعة، تنغسلوهم شي 5 مرات، وتنخدموا بليكون، تنديروا لي ماسك. إيوا تا داك لو جيل هيدروليك بقى ليا منه شي شوية، دابا غنولو نخدموا بهادوك لي لانجات تاع لا جافيل، شوية تاع جافيل، تنغسلو يدينا وتنقية. المهم حنايا كما تنقولوا ما عندنا حتى حل، ما خدامين. انا تنهضر على راسي، انا خدامي فيزافي الناس اللي خدامين معاهم. اصلا هاد الناس حنا اللي خدامين معاهم
والناس اللي تنخدموا تنقابلهم في اللي ما عندهم حتى حد، ما عندهم لا رحيم لا حنين لا رحيم، الاغلبيه تحت الوصيه، اما سو توتيل ولا سو كوراتيل تحت الوصيه. ما يمكنش حنايا اللي ما مشيناش قابلناهم في الليل ما يمكنش سميتو ما يبقاش يجلسوا يباتوا بوحدهم. بغيت كثرت عليكم وقيله الهضره، فهمت؟ كثرت عليكم الهضره وقيله. المهم ان شاء الله يدوز هذه المسائل مزيانه منا واحد ثلاثه سيمانات و بنادم يشوف اش كاين. فوالا، المهم انا حبس هاد لابارتي هنايا ونمشي نشوف المخبزه ورجع نهضر معاكم. مشيت انتخبت كما تتشوفوا، المهم الدنيا منظمه كلشي مقاد، بشر ما كانش بزاف. انا مشيت تقريبا مع 8 و 4 تاع الصباح، يعني القضيه كانت خاويه. هنمشي السوبر مارشي، الدنيا تتصفر، هذوك الكونسيرف ولي بات والروز والعدس واللوبيا هذاك الشيء كله خاويه، وجافيل شتو جافيل الدنيا فيه تتصفر. انت كاتبين وراقي حاطينهم على اساس ان راه ستوك راه ما بقاش، ولكن راه نهار اثنين هاي لي غيون وهذوك البلايص هاي عمروهم، يعني لاندي الدنيا هتكون يعني كاينه لا مارشانديز ولكن باقي ما وصلاتش. المهم كيما شتو الدنيا تتصفر، المهم بنادم شاده الخلعه، المهم بنادم مخلوع. سميتو الطبيعه البشريه هي هذه، الطبيعه البشريه هي ان بنادم تتخلع، يعني هادشي اللي تنشوفوه عادي، غير الواحد يرزن، الواحد قال لك اللي تلف يشد الارض، بنادم يشد الارض شي شويه ويجلس يتصنت العظام. المهم من هنا الان بدا ننزل واحد ثلاثة ولا أربعة الفيديوهات، عندي ثلاثة ولا أربعة الفيديوهات دايرهم في لاصال تاع السبور. راه ما دابا ما كاين لا لاصال لا شي حاجة، ولكن انا نبقى نتريني في الدار ونجري شي شوية. الجو زوين ولكن نجلسو في الدار، انا اصلا غير نتغدى وهنعس لانني خدامة في الليل. والله يسهل ليكم والله يعاونكم والله يفرحكم، أولو يدوز سيد ربي هاد الفترة يدوزها بسلام، وقلبي مع الناس، والله يستر وصافي، الله يستر وصافي. ما تبقى تعرف ما تقول في هاد الشيء، وحق الله تنبقى نعرف ما نقول. المهم تهلاو ليا في راسكم وبسلامة، والله يسهل عليكم والله يحفظكم والله يحفظنا والله ينجينا والله ينجيكم.